السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سابقا زينو جيمرز، اليوم سنقوم بشرح ألعاب جديدة صدرت في هذا الأسبوع. ألعاب رائعة وتستحق التجربة، منها ما هو أوفلاين وأيضا منها ما هو أونلاين. أربعة ألعاب بأحجام مناسبة. وفي المركز الرابع نجد لعبة الخاصة بالباتل رويال، جميلة جدا كما تشاهدون، اسمه هي فري سيرفايفل. الآن سنقوم بجانك لعبة باتل رويال جميلة أيضا بحجم مناسب تشتغل على معظم الأجهزة، حتى إذا كان هاتفك به 1 جيجا في الرام ستشتغل لك هذه اللعبة بدون أي مشاكل. أنا قمت بالنزول الأسفل، شاهد الجرافيكس، قد قمت بالزيادة في الجرافيكس، اخترت هاي، هيا نقوم بالنزول هناك أسفل في هذا المكان. جيد، شاهد جرافيكس رهيب جدا صراحة. يعني نقوم بحث على أي سلاح ومن هنا مثلا، نشاهد هنا جرافيكس رهيب أصدقائي. مسدس بس ال FPS ايضا هنا 60 FPS. ندخل هناك، اوه جيد، قضيت عليه. ماذا لديه؟ اوه جيد، ممتاز شاهد، أحسن لعبة جيدة. ونقوم بالدخول من هنا، هيا جيد، الآن سلاحين جميلين جيد، رشاش شاهدت شخص ما هناك. وفي المركز الثالث نجد هذه اللعبة اسمها مات سكواد، أيضا لعبة جيدة بحجم صغير. الألعاب التي أتيتكم بها هي جديدة وتشتغل على معظم الأجهزة. قلت لكم الألعاب التي أحضرتها الآن هي جديدة وتشتغل على معظم الأجهزة. أوه بسرعة، تبقت له ضربة. جيد، قضيت عليه. جيد، اسمي هو مات سكواد كما قلت لكم. الآن نتقدم هناك، هناك أيضا لعبة يعني حياة اليوتيوبر. أوه قضى عليه. هناك أيضا لعبة حياة اليوتيوبر سنقوم بشرحها على حدة. الآن أمر اللعبة أوفلاين، تشتغل بدون إنترنت كما تشاهدون، رائع جدا بحجم حوالي 500 ميجا. شاهد الجرافيكس الرهيب، أيضا حركة الشخصية ممتازة، رائعة رائعة اللعبة صراحة. هيا نتقدم، اللعبة قد شرحتها منذ أيام. وهي ما زالت نسخة ديمو، نعم ما زالت تجريبية لمن يسأل. هناك حفرة في مكان ما، علي بالنزول منها. أين هي؟ نبحث عليها الحفرة. هي الحفرة كما تشاهدون. أوه شاهد، جميل. كما قلت لكم اللعبة ما زالت ديمو، ما زالت نسخة تجريبية، ولكن فقط جربوها وأخبروني رأيكم في التعليقات، تستحق التجربة بكل تأكيد. شاهد هذا المكان،
أما اللعبة في المركز الأول واسمها بولي وور، لعبة حربية وأيضا بها مود خاص بالتيم ديث ماتش، وأيضا العديد من المودات الرائعة جدا كما تشاهدون. اللعبة أيضا بحجم مناسب وتشتغل على معظم الأجهزة، حتى إذا كان هاتفك 1 جيجا في الرام ستشغلك هذه اللعبة بدون أي مشاكل شاهد. ممتازة اللعبة.